بونسوار. طقس متقلب عم بيسيطر حاليا على اغلبيه مناطق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط. التفاصيل اكثر عن طقس لبنان اكيد بنشوفها بعد فقره صوره وشمسيه. بذكركم بموضوع هذا الشهر اللي هو الازهر، اما اليوم وصلتنا صوره من نعيم. هلا بنوصل على الدول العربيه تنشوف كيف عم بيكون طقسها، وجولتنا بتبلش مع القاهره 23، 17 بتونس، 18 بالرباط، 39 درجه بالخرطوم، 26 ببغداد، 19 بدمشق وبالقدس، 25 درجة بالمنامة، والختام مع الكويت 28، الدوحة 24، أما رياض 29 درجة. نوصل هلا على طقس لبنان. بكرة الجو العام بلش غائم جزئيا، على الساحل الحرارة بتتراوح بين 7 وال 19 درجة، الرطوبة عم توصل أقصاها ل 80%، أما سرعة الرياح بتسجل 35 كيلومتر بالساعة. بالجبل عم توصل أقصاها ل 17 درجة، أما بالداخل عم تتراوح بين 7 وال 20 درجة. جولتنا اللي بتاخذنا من شمال لجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل حراره ببعض المناطق اللبنانيه. بنبلش سوا من الشمال مع عكار 18، 17 بطرابلس، 5 بالقرز، 17 درجه بالكوره، 16 بالهرمل، 15 بالقاع، 14 ببعلبك، 15 درجه برياق. نوصل بجولتنا على جبال 19، 7 بفريا، 19 درجه بجوني وببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها الحراره 19 درجه مع طقس غائم جزئيا، 20 بزحلة، 21 بشتورة، 19 بعنجر، 17 درجة بمشغرة، جزين 18، 14 برشية، 16 بمرجعيون، 15 درجة ببنت جبال، والختام مع بيت الدين 15. أما المناطق الجنوبية صيدا سور وقانا و17 درجة. مثل ما ذكرنا بكره الطقس عم ببلش غائم جزئيا، عم بيكون في عنا ارتفاع بدرجات الحراره خصوصا بالمناطق الجبليه، عم بيكون في عنا تساقط امطار بفتره قبل الظهر للجبال والمناطق الشماليه ليرجع يتحول الطقس الى صحو خلال فتره بعد الظهر. لبكره الحراره عم تتراوح بين 19 وال 10 درجات، عم ترتفع درجه واحده لنهار السبت تتسجل اقصاها 20 درجه، اما انخفاض درجه واحده لنهار الاحد والحراره عم توصل اقصاها ل 19 درجه. بمنطقه الارز الحراره بتتراوح من درجة تحت الصفر والخمس درجات. لهون بتكون خلصت النشرة الجوية، تصبحوا على ألف خير.